معنا هاتفيا من ستوكهولم السيد لبيد الصميدعي، مرحبا بك. يعني بداية، انتهى العام ولم تكتمل هذه الحكومة والوزارات الأمنية هي أساس الصراع. لماذا هذا الصراع على وزارتي الداخلية والدفاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يجدر التنويه بأنه من الناحية الدستورية يجب أن يبدأ العام العمل بإعادة الانتخابات، يعني رغم الخلل الموجود في الدستور بالأساس، وهو دستور مسخ كما نعلم، لأن هذا الدستور لم ينبع من الإرادة الوطنية، وإنما وضعه الصهيوني نوح ليدمان على وفصله على أساس المحاصصات الطائفية، لكنه لكل دساتير العالم عندما يطول الأمد فيما يتعلق بمسألة تشكيل الحكومة فيجب أن يصار إلى إعادة الانتخابات. مرت أكثر من سبعة شهور على الانتخابات كما نعلم، والحكومة وعملية التشكيل الحكومي تدور وتراوح في مكانها. ما زالت أهم الوزارات وخصوصا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارة التخطيط لم يتم الاتفاق عليها، ولا يبدو في الأفق أن هناك توافق أو اتفاق في الخروج من مأزق التشكيل الوزارة، لكن مع ذلك الكتل السياسية كلها لا تتفق إلى المسألة الدستورية وأهمية الخروج من هذه الأزمة بإعادة الانتخابات. أهمية العودة إلى سؤال حضرتك، أهمية الوزارتين وزارة الدفاع والداخلية مرتبط بالوضع الأمني في العراق، باعتبار أن الملف الأمني هو أهم الملفات منذ الاحتلال إلى يومنا هذا، لأن الاحتلال جاء كما نعلم وخلق الفوضى، وخصوصا الفوضى الطائفية التي ساعدت ووفرت التربة الخصبة لنشوء الميليشيات والتجاذب الطائفي والاحتراب الطائفي، وهذا ما تريده إيران. إيران تريد أن تبقي على هذه الحالة في العراق لكي يسهل استخدامه كلقمة سائغة أو كممر ومنبت لمشروعها استراتيجي في المنطقة. نعم. طيب استاذ لبيد، يعني النائب رعد الدهلكي قال ان حكومه عادل عبد المهدي ضعيفه وبدات تتبعثر، ما دلالات هذا التصريح؟ بالتاكيد عادل عبد المهدي كما نعلم هو جاء كحل وسط بين التوافقين الايراني والامريكي، كما عبر عن ذلك كثير من المحللين والمراقبين السياسيين، وهو حقيقة واقعة، لأن أمريكا أرادت العبادي وإيران أرادت العامري أن يكون هو رئيس الحكومة، وتم التوافق على عبد المهدي، ولذلك فعادل عبد المهدي لا يمثل الكتلة الأكبر ولا يمثل الكتلة الأقوى ولا يمثل واشنطن ولا يمثل طهران. فهو من هذا المنطلق ضعيف، ويلجأ إلى ترضية أو إرضاء كل أكبر عدد من الكتل التي يمكن إرضاؤها، وعليه فسيستمر بهذه الحالة التذبذب بين الكتل وإرادات الكتل. ومن المرجح أن عادل عبد المهدي لن ينجح في الاستمرار على رئاسة الحكومة لهذه الأسباب، وأنا أعتقد أن إيران ستتعمد خلق المشاكل أمامه والحيلولة دون استكمال التشكيلة الوزارية من أجل أن يقال أنه أو يوضع أمام وجها لوجه أمام حالة الفشل كي يستبدل بالشخص الذي هو يمثل الحالة الأنسب لإيران. نعم. وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد الشيع السوداني أكد أن الكتل السياسية عاجزة عن تصدي لميليشيات القتل ومافيات الفساد. إلى أي مدى بات الفساد الحكومي يعني يصعب استئصاله، ولا سيما أنه مدعوم من لدن الميليشيات؟ نعم، هذا الكلام صحيح. الميليشيات هي حامية وهي حارس الفساد، وهي ولذلك فإن حالة الفساد في العراق من غير المتوقع أن تنتهي أو يكون يوضع لها حد. حالة الفساد في حالة تنامي، والميليشيات
هي الحارس على هذه، لأنها هي الأكثر المستفيدين من هذه الحالة. وبهذه المناسبة صرح اليوم السفير الإيراني في العراق مسجدي، إيرج مسجدي، قال بأن الحشد أو الميليشيات التي يتكون منها الحشد الشعبي هي التي تمثلنا. هو رد النفى أن يكون هناك مستشارون في الإيرانيون في العراق، وقال هؤلاء المستشارون تقلص عددهم في العراق لأن وأصبح الحشد هو الذي يمثل القوات المسلحة الإيرانية في العراق. إيران تريد إذن أن تبقي على حالة على الحشد، وبقاء الحشد يبقي على حالة الفساد في المستشرية في العراق. شكرا جزيلا لك من السويد، عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي.